خرجنا مجددين لمطالب ثورة تشرين، فخرج المتظاهرين مالئين الساحات رافعين الشعارات المطالبة بمحاكمة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المغيبين إلى آخره من مطالب ثورة تشرين المعروفة. أعداء الثورة المتمثلين بالميليشيات وجدوا بأن طرق العنف والمواجهة المباشرة باتت طريق غير مجدي، فاختاروا طريق آخر ألا وهو الالتفاف، فقاموا بنشر أو دس عناصر بين صفوف المتظاهرين. قامت هذه العناصر بالاعتداء على قوات الأمن المنتشرة قريبة من الساحات، حدثت الفوضى مما أدى إلى سقوط جرحى بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وحق 800 وكل وجع بيها، ما تنباك ثورة الدم محنيها، احنا لها واهلها وعيب ننطيها، عبرناها بسلميتنا وكل شعوبنا رغم المندسين والاحزاب والتدخلات اللي حاولت تفشل السلمية، باقيين بالساحة وباقيين بالثورة مالتنا. السلمية شعارنا.